الجوفرنور دو لا بنك سنترال خرج عمل كونفرنس دو بريس مروان العباسي وتحدث وقال صراحه اننا قاعد نقوم بدوري ودوري يعني نقاوم في التضخم، وذاك عليه زد 0.75 بعد ما في شهر نوفمبر من السنه الفارته وصلنا ل 9.8%، الان ولينا في 10.1% نسبه التضخم. هكا ولا ليه؟ هل باش يعاود يزيد في التيامين؟ باش نجاوبك بكل صدق سي حاتم، راهي ما ننساوش ان نسبه التضخم في ديسمبر الفارط كانت 6.6% ارقام المعهد الوطني للاحصاء. اليوم احنا في 10.1، في الاثناء زدنا في التو ديريكتور في نسبه الفائده المديريه 3 مرات. هل كانت هذه الزيادات هذه مجديه؟ اعطتنا نتيجه؟ او يقول لك البنوك المركزيه في العالم الكل تعمل هذه الطريقه. اعطيني شكون هم وانا تنجاوبك. البنوك المركزيه نتكلموا عليها، اولا بلدان عندها نسب نمو مرتفعه، اثنين بلدان عندها نسب بطاله منخفضه جدا، ثلاثه شوف نسب الفائده المديريه نتاعهم قداش. باش نعطيك بعض الامثله. المغرب اللي قريب علينا نسبه التضخم 8.3، نسبه الفائده المديريه 2.5. لا اوروبا نسبه التضخم المعدل في اوروبا 9.3، نسبه الفائده المديريه 2.5. الولايات المتحده الامريكيه نسبه التضخم المالي 7.1، نسبه الفائده المديريه 4%. هذه دول تفكر في اقتصادها، وهذه دول تنسق ما بين البنك المركزي والحكومة باش نشوفوا أي تحريك في نسبة الفائدة شنو يترتب عليه بالنسبة للاقتصاد، لأن الناس كل تقول لك أن السياسة النقدية إما أن تكون في خدمة الاقتصاد ولا لا فائدة ولا طائلة من ورائها. وقت نقول أنا كبنك مركزي أنا عندي فيدي كان نسبة الفائدة هذيك هي، وقت نعرف الترفيع في نسبة الفائدة باش يضر الاقتصاد. هل يضر المواطن التونسي؟ طبعا يضر الناس كل، إلا ثلاثة فئات. شكونه؟ ثلاثة فئات برك يضر البقية الكل. يضر الدولة أولا. عندها 24,000 مليار قروض من عند البنوك بالدينار التونسي، كلها باش تتأثر، والضغط على المالية العمومية باش يرتفع. واحد. اثنين، نسبة التضخم المالي سترتفع بسبب هذه الزيادة، لأنه كلفة الإنتاج في المؤسسات الاقتصادية كلها سترتفع. وستلقى نفسها مجبرة على الترفيع في أسعارها، وبالتالي هي ستغذي التضخم المالي. المواطن التونسي اللي عنده قروض كله باش يتضرر من هذه الزياده. الاقتصاد شويه انتعاش اليوم في قطاع التكستيل النسيج والملابس، او شويه في السياحه اليوم استقسم ظهرها بالزياده هذه 0.75. الكل باش يتضرر. شكون باش يستنفع منها؟ شكون؟ ثلاثه فئات. شكون؟ الاولى ساعه البنك المركزي باش يرفع في البينيفيس نت نتاعو الربح الصافي، باش يمشي يقدم يعني تقرير لرئاسه الجمهوريه فيه بينيفيس اكثر من عام نقول. وانا السؤال، هل احنا عملنا بنك سنترال باش تكون بنك تجاريه؟ البينيفيس تاعها يهمني انا كمواطن، مع العلم انه راهو بينيفيس تاع البنك سنترال يتصب للدوله وبالتالي يصبح اداء اضافي. عباره على اداء اضافي. شكون يستنفع اخر؟ البنوك. وانا عملت الحساب، اليوم البنوك عندها 27 مليار دينار من الودائع تحت الطلب اللي ما تدفع عليها حتى فرنك، كلها باش تستفيد ب 0.75. وحسبت الاستفاده للزياده الاخيره برك 200 مليار سي حاتم، وحسبت الاستفاده للثلاثه زيادات الاخرانيين اللي صاروا في 22 472 مليار استفاده كادو للبنوك التونسيه. من يستفيد الثالث؟ هي شركات التامين، لان عندها فائض سيوله موظف على السوق باش يتم توظيفه بمداخيل اكثر. لي بلاسمون هذوك لي بلاسمون لا اكثر ولا اقل. هذا هو الوضع.